السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد للجزائرية للأجهزة المفتوحة Open Hardware Algeria، التي ستكون جزءا من سلسلتنا المخصصة لاستخدام وحدات الجي بي اس أو نظام تحديد الموقع العالمي مع الأجهزة المفتوحة المصدر. سنعرض لكم في هذا الفيديو مشروع جهاز تعقب يعطي لنا إحداثياتنا باستعمال تقنية الجي بي اس الخاصة بشبكات الهاتف المحمول. في هذا الفيديو الأول من السلسلة سنقدم لكم مكونات التي تشكل الجهاز متبوعة باختبار تجريبي للجهاز. سيغطي الفيديو التالي استعمال بروتوكول MQTT الذي سيستخدم لوصل البرنامج المحمول على الأردوينو أونو وبرنامج التعقب الذي يعمل على جهاز الحاسوب. وفي آخر فيديو سوف نشرح كيفية عمل كل من البرنامج المحمل على الأردوينو وكذا برنامج التعقب على الحاسوب. لإنجاز هذا العمل وضعنا لأنفسنا عددا من الأهداف التي يجب أن يكون الجهاز مبني عليها. أولها أن يكون الجهاز مبنيا على قاعدة أردوينو أونو. يجب أن يكون تجميع مكونات الجهاز بسيط وسهل، ويجب أن يستخدم البرنامج مكتبات سهلة الاستخدام. فلنبدأ بتعداد مكونات الجهاز، حيث لدينا أردوينو أونو، شيلد أو ذرع جي بي ار اس في طبعته الثالثة مصنوع من طرف سيد ستوديو، والذي ستكون مهمته نقل المعلومات عبر شبكة الهاتف النقال، وحدة جي بي اس سيم 28 التي ستكون مسؤولة عن إحداثيات جي بي اس، وفي الأخير ذرع جروف الذي سيسهل وصل وحدة الجي بي اس. أود أن أشير إلى أن هذه القائمة ليست سوى مثال على المكونات التي يمكن استعمالها في هذا الجهاز. إذا كنتم تودون تغيير المكونات، ما عليكم إلا التأكد من أن المكونات الخاصة بكم يمكن استعمالها مع المكتبات الموجودة في البرنامج على الأردوينو، والذي سوف نناقشه في الفيديو اللاحق. لنرى الآن كيفية وصل وتركيب مكونات الجهاز. نبدأ بتثبيت ذرع جروف على الأردوينو. ثم نثبت واصل على الموقع D2 على الجروف، والذي سنستعمله لوصل وحدة سيم 28. نضيف لجهازنا ذرع جي بي ار اس، وفي الأخير نوصل وحدة الجي بي اس. والآن دعونا نلقي نظرة على تجربة التعقب باستعمال سيارة. ها نحن الآن نقوم بتجربة جهازنا، فلدينا هنا جهاز مع ذرع جي بي ار اس ووحدة جي بي اس. نستعمل مصدر طاقة يوفر الكهرباء للجهاز بفرق كمون 5 فولت وشدة تيار 2 أمبير. يمكنكم ملاحظة أن الجهاز مزود بالطاقة. نبدأ بإشعال وحدة سيم 900 التي هي المكون الرئيسي لذرع جي بي ار اس. وكما تلاحظون هناك عدد من الومضات المتسارعة التي تدل على أن الجهاز يبحث عن شبكة الهاتف النقال، متبوعة بومضات أقل سرعة التي تدل على أن الجهاز قد وجد شبكة وأنه جاهز للعمل. لنرى الآن نتيجة استعمال الجهاز.
ولهذا نتوجه إلى برنامج التعقب على الحاسوب المدعو OHR Tracker في طبعته 0.01، أين يجب علينا نقر فوق File ثم اختيار Connection، حيث يجب علينا إعطاء بعض المعلومات حول البروكر الذي سوف نستعمله. أريد أن أطمئنكم، سوف نشرح كل ما يخص بالبروكر وبالبروتوكول MQTT في الفيديو المقبل. وها نحن على صلة مع البروكر أو الوسيط، وذلك تحت اسم OHR. وبعد القليل من الوقت نتلقى إحداثيات الجهاز والتي يعرضها البرنامج على الخريطة. يتم تمثيل جهاز تعقبنا على شكل هذه النقطة الزرقاء التي تنتقل وتجول في المدينة. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو الأول حول مشروع جهاز تعقب مفتوح المصدر. نعطيكم موعدا مع الفيديو المقبل الذي سوف يشرح استعمال البروتوكول MQTT. نشجعكم على الاشتراك في قناتنا لتتابعوا تطورات هذا المشروع ولكي لا تفوتكم منشوراتنا القادمة. ننتظر بفارغ الصبر آراءكم حول هذا الفيديو مباشرة على قناتنا في اليوتيوب أو على صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الأخير، من قبل كافة أعضاء المجموعة ومن قبلي أقول لكم سلام.